يا بنت يا جمانة هتجيبي يا بنت هتجيبي يا بنت ركزي هي سبين حلوة يا جمانة عاش على الحرف هنا يا بنت اللعبة يا جمانة نجمة اليوتيوب يلا لقيت سبين هتجيبي يا جمانة اوه ابطال ابطال اليوتيوب كمل 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 حد قال لكم برضه تحدي جديد اتفرجوا في تحدي تاني الكلام النهارده على وجع قلبي معاهم الحقوا 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 شوفوا شوفوا ايه اللي بيحصل في اليوتيوب النهارده ما بتشوفش حد. طب تعالى بقى بص البنت جمانه بتعمل ايه؟ اوعى بقى انت ما تعرفش انت تعمل التحدي ده، يلا يا بنت يا جمانه، يلا يا بنت يا جمانه. اهو 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 يلا يا جمانه، عاش يا جمانه. زي ما انتم شايفين كده جمانه طالعه الفيل ماسكه من ايديها الاثنين. عيد يا جمانه. اوبا. اضحك يا يوسف. شفت انا ما ضحكتش اهو جمانة عندها استعداد تقف حسيت يا جمانة استات ازرق اه يلا انت موت متوتي لا ما عشان بعد كده الشغل يلا بسم الله انت الجد مش كويس يا جمانة ولا ايه؟ بس يا بابا اللي هو مش كويس احنا قلنا الملاتي لسه بيجي دي وحشه السوسه التعبانه ايوه كده ده انت عيال حمار يا سمير ولا